تلاحظين يا سلام الخطوط الحديدية على أرض محطة المترو هي. أو النقاط المختلفة على أزرار المصاعد أها. كل زر عليه مجموعة مختلفة من النقاط النافعة وهي ترمز لرقم الطابق بأبجدية تبرة هي. الأبجدية اللي يستعملها المكفوف هالأبجدية ابتكرها الفرنسي لويس بريل عام 1824 علماً أن بريل فقد بصره بعمر 5 سنوات وقدر يخترع أبجدية للمكفوفين بعمر 15 عام في أبجدية بريل كل حرف يرمز إليه بمجموعة معينة من النقاط النافرة عشان المكفوف يقدر يقراها إذا لمسها بأصابع سلامة تبى تعرف إذا أبجدية بريل في منها بالعربي أكيد بريل أصلها بالأحرف اللاتينية لكن لاحقاً تم اقتباس الأبجدية للأحرف العربية حالياً 1% من كل الكتب المطبوعة تمت ترجمتها لأبجدية بريل وأكيد المطلوب جهود أكبر لنقل المعرفة لأكبر عدد من المكفوفين عساكم دوم بصحة وسعادة.